مثل ما احنا نبتعد عن السكر حتى ما يصيبنا سكري، وعن الملح حتى ما يصيبنا ضغط، وعن المأكولات والمشروبات حتى ما يصيبنا أمراض، كل واحد يعكر حياتك بعيدة عنه. الراحة النفسية تأتي بالراحة الجسدية، علمتي؟ الله حتى لما يبتلي العبد يبتلينا بمرض بس في دواء، صح؟ لا تربطون ابتلاء إنه الله ابتلاني خلاص أنا بستسلم. الله يبتلينا بالأمراض وأنزل الدواء، الله يبتلينا بالفقر وقال لك سير اشتغل، الله يبتلينا بكل شيء، يبتلينا أحيانا بزوجة وقال لك طلق إذا ما عجبتك، علمتي؟ ويبتليك بزوجك ويقول لك خلعي. لا تقارن البلاء إن أعيش حياة البؤساء، لا أحد يستحق إنك تعكري حياتك عشان عيشي ملكة. من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي وإلا فلن يدخل مملكتي، بس علمتي؟ بس وعيشي ملكه.